والله إن انتظار الفرج عبادة. ولذلك دخل رجل في الرياض على مستشفى النقاهة فوجد رجلا مشلول من 27 سنة يختم كل 3 مرة ويفتح المصحف بملعقة خشب، وكان يردد الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فقال له يريد أن يختبره، قال يا أخي ما عندك ولا واحدة من النعم التي أراها ظاهرة، مشلول رباعي، صوتك غير بين، أحد العينين ما ترى بها، وتفتح المصحف بفمك، وقراءتك ما أدري أن تقرأ صح أم لا، ولابس حفاظة، وتقلب على الفراش حتى لا يأكل الفراش ظهرك، واستحمده عليه. قال أحمده أن حرك اللسان بحمده سبحانه، أنه يخليني يقول الحمد لله، هذه نعمة. فكم من إنسان بجواري لا يدري أنه هنا شلل الذي قد ألغى العقل معه. إذن هناك، إذا كان هذا وجد نعمة يحمد الله عليها، كم من النعم عندي وعندك.